السلام عليكم ومرحبا بكم معايا فيديو جديد. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله كما كتشوفوا معايا جيت لكم بغسله جديده اللي هي طريقتي في تحضير الكراميل. كراميل اللي كيجي ناجح 100% لامع، وكما كتشوفوا لا تيكستور ديالو كتجي زوينه. انا متاكده الا جربتو غادي يولي كوصفه معتمده عندكم في مختلف لي كلاص لي طارت لي ديسير ديالكم ايتترا، في اي حاجه فيها الكراميل. ودابا قبل ما ندوزو للطريقه بغيت نقول الناس ما ابونيش معنا في لاشين يتابوناو باكم سي وصلهم كاع الجديد. ودابا يلاه نمشيو نشوفوا الطريقه والمقادير نخليها لكم في صندوق الوصف. الوغ اول حاجه في مقله غادي ندير كاس ديال السكر سنيده بقياس كاس عنبة، غادي نوزعو بشكل متساوي في المقله. فانا كنفضل انني نخدم بمقله، الا بغيتو ديروا كاسرونه تقدروا ديروها بالحق، مقله احسن حيت كتحكموا في الكراميل ديالكم والسكر كيذوب لكم بشكل متساوي. الوغ قبل ما غادي نشعل البوطه فانا غادي نقادو كما كتشوفوا بشكل متساوي، نديرو على نار مهيله، كناكد على ان النار تكون مهيله مزيان باش الكراميل ما يتحرقش. فاش كيبان لنا بلي بدا كيذوب من الوسط بدا كيتحولنا السكر الى كراميل، فهنايا كنبدا نحركو شويه بشويه، وكما كتشوفوا بلي لابارتي الكبيره كتذوب كنبدا نكحس السكر شويه بشويه باش ما يتحجرش ليا وباش يذوب ليا بالزربه. كما كتشوفوا هاد الطريقه هادي سهل وكيجينا كراميل ناجح. كما كتشوفوا السكر كيذوب لينا مزيان. فدابا غندير قبيصه ديال الملحه اللي كيما قلت لكم في نسلي الملحه كتكسر لنا الحلاوه الزايده اللي كتكون في الكراميل وفي حتى في نسلي، وميم طون كتحافظ عليهم لمده اطول. دابا غادي ندير كاس ديال ما يكون دافي، الا ما كانش دافي ماشي مشكل. غادي تضيفوا على الكراميل ديالكم، غادي تسناو واحد الثواني وغتحركوه. حاجه عادي انه يتحجر لكم هكا، حاجه عاديه في الكراميل وضروريه، داكشي ما تخافوش. غادي تبداو تحركوا شويه بشويه حتى غادي ديك الكتله ديال السكر غادي تذوب لكم. عطيوها شويه الخاطر دغيا دغيا كتذوب لكم. وكيف ما قلت لكم ما عندكم لاش تخافوا، حاجه طبيعيه في الكراميل. غنبداو نحركوها مع الماء ديال الكراميل كيكون سخون بزاف، دونك راه دغيا دغيا كتذوب مع التحريك المستمر. صافي كيف ما كتشوفوا معايا غادي نستمر في التحريك. فانا بقات لي هاد الكتله فماشي مشكل انني نحيدها، حيت ديجا الماء ديال الكراميل اللون ديالو تقاد، دونك حيد ديك الكتله اللي بقات لي في الاخر. دابا غادي نضيف 30 قطعه ديال الشكلاط ابيض. تقدروا ديروا شكلاط ابيض عادي اولا ديروا نوعيه جيده يكون من الاحسن، ديروا شوكولا غيش. صافي وغادي تبداو تحركوا باش الشكلاط ديالكم غادي يذوب كامل في الكراميل ديالنا على هذا الشكل. هذا راه ما كياخذش لنا وقت طويل كما كتشوفوا. بقاو تحركوا مزيان حتى كتشوفوا بلي الشكلاط كامل داب لكم في الكراميل. فوالا، فكيف ما قلت لكم استخدموا اي نوعيه ديال الشكلاط بغيتوا، راه كيعطينا انغو اللي هو زوين بزاف. هانتوما شوفوا معايا راه الشكلاط صافي بريسك داب ليا، كيبقاو غير حبيبات اللي هما بساط فماشي مشكل. من بعد فاش غادي تطحنوه غادي تحيدوا لكم دوك الحبيبات. صافي انا هنايا من بعد ما داب ليا الشكلاط كامل فغادي نطفي عليه البوطه وغادي نخليه يبرد ليا حتى كيولي القوام ديالو كراميل، عاد غادي نوريكم شنو غادي نديرو به. هنا من بعد كما كتشوفوا ما برد ليا ولا القوام ديالو على هذا الشكل هذا، يعني قوام ديال الكراميل، انا غادي نطحنو. كنفضل ديما انني نطحنو باش الا بقاو ليا شي حبيبه ديال الشكلاط اولا شي حاجه ما يبقاوش من بعد، والقوام ديال الكراميل ديالي يولي ليس. دونك كما قلت لكم الاحسن انكم تطحنوه. دابا غادي نسدمو لينكس ديالي وغادي نميكسي مزيان. صافي من بعد ما ميكسيتو فالقوام ديالو كيجي على هذا الشكل كما كتشوفوا. تقدروا تخدموا به نيشان بلا ما انكم تخليوه في الثلاجه، راه القوام ديالو كيجي بارفي كيجي زوين بزاف. تقدروا ديروه في مختلف لي طارت ديالكم لي كلاص لي ديسير، غتولي وصفه معتمده عندكم. ودابا مقالي الا نقول لكم السلام عليكم ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جاي وصفه جديده.